تخيل ان حوالي 50 مليون متر مكعب تتجه بقوه، وقدامها ايضا حوالي 33 مليون متر مكعب، قوه تدميريه هائله جدا محمله بالاحجار والحصى والطين. يعني هذا المحقق وهذيك الطريق كانت مسجله عند الطريق هذا كمية المياه كبيرة جدا، أكبر من السد ما عادش قاعد في قدرته أن يستوعب هذه الكمية، وزاد الضغط فانفجر السد الكبير. هذا الشقة يا حكومة، يا حكومة ليبية أشقوا بالوادي، راهو وضع بالهوم بالكل. لو المياه هذه تنقل من على منطقة برص على الساحل يصير مسار في دارنا.